مساء الخير متابعي صدى البلد في كل مكان في بث حي مباشر. احنا موجودين هنا على بعد عشرات الامتار من موقع منزل سكني مكون من 5 طوابق. هذا المنزل فوجئ اهالي المحله وتحديدا في منطقه الروضه بشارع سكه زفته في محافظه الغربيه بانهيار منزل سكني مكون من 5 طوابق، واسفر عن خروج ووفاه سيدتين وايضا نجاه طفله وايضا يعني انباء عن نقل 3 مصابين، ومازال البحث عن حالتين اسفل هذه الانقاض وهذا المنزل المنهار. متابعي صدى البلد في كل مكان، احنا متواجدين معاكم في ارض الحدث، بنرصد معاكم القردون الامني المتواجد بمحيط هذا المنزل في اللواء ايمن عبد الحميد مدير امن الغربيه، وعدد من القيادات التنفيذيه والامنيه، الكل تواجد على قدم وساق وساق لاجل انقاذ حياه المواطنين القاطنين داخل هذا المنزل المنكوب. ويمكن زي ما احنا شايفين في هذا المشهد متابعينا في صدى البلد، وجود كردون امني، وجود 3 أوناش واكثر من 5 سيارات اسعاف وقرابه عدد من 3 سيارات من سيارات الحمايه المدنيه على كلا الشارعين الجانبين المرشح من كورنيش بحر شبين وايضا من المتجه لمنطقه سكه زفته. احنا بنرصد معاكم متابعينا الاجواء الحيه، صوات وصراخ بين السيدات والرجال حزنا على لحظات وفاه السيدتين وابنائهم وزويهم اسفل هذا العقار. احنا متاكدين واحنا متواجدين معاكم ان مازال البحث جاري، حاله من التاهب لهيئه الاسعاف. محافظ الغربيه تجول وبرفقته عدد من القيادات الامنيه في ظل توجيهات للكوادر التنفيذيه الموجوده على ارض الواقع بمحيط هذا المنزل المنكوب، بسرعه تشكيل لجنه لحصر عدد المنازل الايله للسكوت بمحيط هذه المنطقه وبمحيط هذا المنزل المنكوب، في ظل التاكيد على ضروره العمل على نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى المحله العامه. احنا بنسلط معاكم الضوء يعني لهذه الحادثه الهامه، وهي الحادثه اللي اوجعت قلوب الاف من ابناء مدينه المحله وشعب المحله في محافظه الغربيه. متابعي صدى قال عدد من السيارات وعدد من وجود عدد من الجهاز التنفيذي على قدم وساق للتاكيد على ضروره وتامين حياه المواطنين بمحيط هذا المنزل المنكوب واستمرار العمل على اهميه انتشال عدد من الضحايا والمصابين داخل هذا المنزل. يمكن افاد شهود العيان متابعي صدى البلد في كل مكان على ان هذا المنزل كان يقطنه حوالي قرابه الاربع اسر، كل اسره مكونه من فرد الى 3 افراد. ان شاء القدر ان تكون هناك احدى الاسر الناجيات، وهي مكونه من رجل عجوز وعدد من احفاده. غادروا المنزل قبيل انهياره بنحو قرابه 10 دقائق حسب ما اكدوا عدد من شهود العيان لمتابعي صدى البلد. ايضا الى جانب تاثير كبير جدا على نجاه رجلين من هذا المنزل المنكوب، وكانت النجاه هي ثمره ان تكون لهم حياه جديده. ايضا في ظل هذا الحادث الموجع يحرص قوات الحمايه المدنيه وايضا رجال الاسعاف على متابعه كافه الحالات المصابه وانتشال جثث الضحايا ونقل المصابين الى طوارئ طنطا الجامعي وايضا الى مستشفى المحله العامه. احنا متواجدين معاكم نرصد معاكم تلك اللحظات وبناكد معاكم تباعا اهميه انقاذ حياه الضحايا والمصابين القاتلين في هذا المنزل المنكوب قبيل لحظات انهيار. متابعي صدى البلد في كل مكان، احنا متواجدين معاكم مستمرين معاكم هنا في منطقه الروضه في شارع سكه زفته في مدينه المحله في محافظه الغربيه لرصد كل ما هو جديد في هذا الكادر. زي ما احنا شايفين يوجد المئات من الاسر والعائلات، يوجد حالات كثيره جدا من الاسر من النواح واسر الضحايا الذين يبكون على مراحل يبكون على هذه على ما حدث لأهلهم وزويهم الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث الأليم. يمكن على الجانب الآخر انتقل إلى الحادث اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية وحكمدار مديرية الأمن إلى موقع الحادث بعد مضي قرابة ما يقرب من 1/3 ساعة إلى 30 دقيقة تقريبا. وكنا حرصنا على التواجد هنا في قلب الحدث زي ما احنا شايفين سماع صوت الأهالي وأسر وأقارب الضحايا. الكل بيبكي، الكل بيدعو، الكل منهار في لحظات من الوجع ولحظات من الألم.
لابد ان احنا بنرصدها لكم متابعينا في كل مكان في ظل تحركات لكل الاجهزه الامنيه والاجهزه التنفيذيه في كل الجوانب للتاكيد على الحرص على انقاذ حياه المرضى. يمكن شايفين في الصوره الخلفيه اللواء ايمن عبد الحميد يتجول ويطلب عدد من المساعدات، زياده عدد من القوات، زياده عدد من الافراد، فصل التيار الكهربائي بمحيط موقع المنزل المنهار، وايضا التاكيد على حرص امان وامن المواطنين المتواجدين، ويمكن يعني بساله الشعب المصري وتحديدا هنا في مدينه المحل، فحص ورفع انقاض هذا المنزل المنهار لتامين حياه المواطنين ونقل الضحايا وانقاذ ما يمكن انقاذه. احنا بنرصد معاكم ما زلنا متابعي صدى البلد في كل مكان هنا تفاصيل هذا الحادث الاليم، وننقل معاكم كل ما هو جديد. احنا هنتابع معاكم، شايفين التحرك الان، ان كان حاله هياج وانهيار اسر الضحايا الذين حرصوا على الانتقال والتوجه الى الشارع الذي وقع به المنزل المنهار، في ظل يعني تحرك عاجل من القيادات الامنيه والتنفيذيه لاحتواء غضبها واثارتها زي ما احنا شايفين في هذا المشهد الانساني وحاله من النواح والبكاء. هنواصل معاكم تباعا رصد كل ما هو جديد، واحنا متواجدين معاكم. يعني متابعينا احنا بنأكد معاكم ان لحظات مؤلمه جدا احنا بنعيشها ونرصدها معاكم امام شاشه صدى البلد في هذا البث الحقيقي المباشر، وتاكيدا على الدور الانساني واجتهاد القيادات التنفيذيه لمواءمه هذا الحدث الموجع وانهيار احد منازل مدينه المحل. يمكن لحظات نقل الضحايا بمنزل المحل المنهار هو الامر الموجع، خاصه مع مشاهد رفع جسديا وجسامين الضحايا. ويمكن حرص محافظ الغربيه ومدير الامن على انقاذ والدفع بأوناش اضافيه لرفع انقاذ هذا المنزل وتامين حياه المواطنين. واحنا بناكد معاكم رصدنا لكل مشاعر الانسانيه التي ترصد في تلك اللحظات العابره في ظل تواجد الالاف من الاسر والعائلات. يمكن حاله مؤلمه جدا، حادث الاليم وانهيار المنزل. تحرك كامل على مستوى الاجهزه التنفيذيه والامنيه للتاكيد على الجهود المبذوله لسلامه وانتشال هذه الضحايا. يمكن افادت التقارير الاوليه الهندسيه ان هذا المنزل المنهار مكون من 5 طوابق، كل طابق مكون من شقتين، تم انهيار نصف كلي لهذا المنزل الذي يقطن به عدد من الاسر والضحايا قرابه من 3 إلى 4 أو 5 أسر، وما زالت الجهود مبذوله على قدم وساق زي ما احنا شايفين كل المتابعين. تابعي صدى البلد في كل مكان، بنرصد معاكم كل ما هو جديد في هذا الحادث. أصفر هذا الحادث هو حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق عن مسرع سيدتين ونجاة طفلة ونجاة أيضا 3 رجال، وما زال البحث جاريا عن فردين أسفل الأنقاض في تلك اللحظات. يمكن ما زالت الجهود المبذوله بترصد معاكم كل اللحظات العابره والجهود المبذوله، وتابعي صدى البلد في كل مكان، واحنا بنرصد معاكم اجواء تلك الاجواء والتاكيد على ايضا الجهود التنفيذيه المبذوله وتحرك محافظ الغربيه ومدير امن الغربيه ومساعد وزير الداخليه لمنطقه وسط الدلتا في هذا البث الحي المباشر. احنا بنزلنا بنرصد معاكم اللحظات.
وبنتحرك معاك وبنرصد من على بعد الجهود التنفيذية المبذولة لرفع انقاض هذا المنزل المنهار. يمكن تنسيق كامل بين محافظ الغربيه اللي هو اشرف الجندي وايضا مساعدي وزير الداخليه اللي هو محمد عمار وايضا اللواء ايمن عبد الحميد مدير امن الغربيه، وتواجد وحرص كامل لكل القيادات الامنيه والتنفيذيه على التاكيد على سلامه امن وحياه المواطنين القاطنين بمحيط المنازل المجاوره، وايضا العمل والسعي. يمكن هنا في منطقة الروضة بمحيط موقع المنزل المنهار في مشارع سكة زفتة في مدينة المحلة، خلال الثلاثة ساعات الأخيرة تواجد كبير جدا وكثيف للقيادات التنفيذية والأمنية وأسر الضحايا، الكل يسعى من أجل إنقاذ وانتشال ما تبقى من الضحايا أسفل هذا العقار المنكوب. زي ما احنا شايفين تواجد كامل وانتشار لتأمين محيط هذا المنزل، تبع صدى البلد في كل مكان. متابعينا واحنا متواجدين معاكم بنأكد ليكم ان موقع انهيار المنزل السكني المنهار هنا في شارع منطقة سكة زفتة والعقار السكني المنهار يقع بين شارع كورنيش بحر جبين ومنطقة الروضة في محيط شارع سكة زفتة في مدينة المحلة والتابعة لحي ثاني المحلة. الجهود ما زالت مبذولة في هذه المنطقة، زي ما احنا شايفين الأوناش والدفع بأكثر من 3 أوناش وأربع سيارات مطافئ وإسعاف لمحيط موقع هذا الحادث متابعينا في كل مكان. يمكن افادت مصادر امنيه ومصادر طبيه انه تم نقل 4 حالات الى مستشفى المحل العام، هي حاله سيدتين احدهما متوفاه ونجاه طفل من هذا الحادث الاليم، وايضا ما زال نجاه اكثر من 3 أشخاص في هذا الحادث. تابعينا في صدى البلد احنا بنسلط معاكم الضوء على تداعيات هذا الحادث الاليم ووجود عدد من الاوناش وفرض كردون امني بمحيط موقع المنزل المنهار هنا في منطقه سكه زفته في مدينه المحله القدرة. احنا متواجدين معاكم ولحظات تحرك الاجهزة التنفيذية في ظل وجود الالاف من الاسرة والعائلات هنا في محيط موقع المنزل المنهار، الكل يحرص على الاطمئنان على الضحايا والمصابين. ما زال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يتواجد ويحرص على متابعة آثار هذا الانهيار الكامل وتأكيد على السعي وراء الدفع وفصل التيار الكهربائي محيط موقع المنزل المنكوب وفصل الغاز عن المنازل حفاظا على أرواح المواطنين والقاطنين بالمنازل المجاورة والتأكيد على سلامتهم. متابعي صدى البلد في كل مكان رصدنا معاكم تداعيات هذا الحادث الأليم وتأكدنا فيه على ان مازال العمل يجرى على قدم وساق لانقاذ حياه المواطنين في تلك اللحظات. يمكن جهود مبذوله كبيره جدا على كافه الاجهزه التنفيذيه والاجهزه الامنيه على سلامه امن
وحياة وإنقاذ وانتشال هؤلاء الضحايا داخل هذا المنزل المنكوب والذي انهار خلال الساعات الأخيرة هنا في مدينة المحلة وتحديدا سكة زفتة. يمكن الجهود المبذولة من جهة القوات وإدارة المرور في محافظة الغربية من خلال التعامل مع الموقف وفرض الكردون الأمني هنا تحت إشراف العميد وائل حمودة مدير إدارة العام المرور الذي حرص على التواجد والدفع بعدد من القوات والآليات وآليات والمعدات والسيارات اللازمة لتأمين حياة وأرواح المواطنين هنا في هذه المنطقة. من طبيعة أفساد البلد في كل مكان، احنا بصدنا معاكم تحرك الأوناش وتواجد مكثف لكل القيادات التنفيذية والأجهزة الأمنية في هذا الحادث الأليم. زي ما احنا شايفين صورة كاملة وموقع الحادث وألام السيدات والرجال والتواجد الأمني الذي يحرص الجميع على تأكيد على الظهور وأيضا العمل على الرسم والسبعاء والتعامل على قدر الموقف وقدر هذه الأزمة. طبيعي صدى البلد رصدنا معكم كل ما هو جديد في هذا الحادث وسنواصل معكم تباعا رصد ما تبقى من انتشال فردين من الضحايا داخل هذا المنزل المنكوب. كنا معكم هنا صدى البلد من مدينة المحلة في محافظة الغربية. شكرا لكل المتابعين.